بلاش كلام فارغ. كذابة ملوعة نتاشة. لا ده شيء زاد عن حدوده. كذب 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 ثلاث سنين. خلاص يا يلا حضرت الشنط بتوعي لم هدومي كلها شرباتي جزمي قمصاني كرفطاتي كل شيء. يلا بس يلا هبعت لك واحد يستلمهم. يلا شاهد الأمام بزادة كده. ده ايه؟ انا هموت روحي؟ انا هطقت من الغيظ ليه؟ علشان ايه؟ كدابة ملوعة نتاشة. ناظمي انا وصلت المحكمه الساعه قال لي بعتوا لك خبر في بيت نصب بيت. سبت شغلي وطلعت اجري على هنا. اول ما وش يجي في وش الخدامه الاقي جوزها طول كده وستها سحنتها مقلوبه كده وانا عارف اذا كان ميتم ولا انسرقته ولا انحرقته ولا ايه. بس مش فاهموني. زوب اعمل يا هوا يا زوب. عاوز مين؟ انا مش فاضي. انا ورايا بلاوي متلتله في المحكمه. البشمحضر مستنيني بالدقيقه وياي فلوس بتوع مزاد لازم ورطهم لغسيله المحكمه. أيا نوع أفندي لو تعرف، أيا نوع أفندي شيء فظيع شيء فظيع. هو لازم يكون شيء فظيع، باين على وشكم، عينيكوا هتبص دم، عشان كده أنا متوحش. جوزي نوع أفندي نار. إيمان اتعور، حصل له حاجة، انصدم، اندهس. إن شاء الله تنتهي ستة يا بعيد، هتعودك بطل شعر. هتعود قرتك، أمال إيه بس؟ تاه، بات برة، مسكوك جريمة في خناقة في مظاهرة. خد الوقتي لسه. وايه جاكوا خبروا؟ يندم اكون قد المرزق. يندم عيشتكم زي الزفت. امال ايه بس ده؟ خرج دلوقتي وغزع الباب. وبعدين؟ بقول لك غزع الباب. الباب الباب فاهم الباب غزع الباب. وبعدين انت ايه جنسك ايه عالك ما بتفهمش؟ غزع الباب وراه ولا قدامه؟ بتعيطي عشان خرج ورزع الباب وراه وخرج ولا كلمني؟ ايه الله يصبر قلبك. خرج
ورزع الباب وراه. يا حفيظ يا مغيث يا ساتر يا رب، الله لا يحكم على حد. خرج ورزع الباب وراه، وانا يروح لمرزان مخصوص في المحكمه. تعال الحق تعشوش، عشان خرج ورزع الباب وراه كان لازم ايه يطبطب على الباب. يخسر الله منكم علينا. ايه رايح على فين؟ تعال هنا، رايح على فين؟ رايح على المحكمه. اعوذ بالله، خرج ورزع الباب وراه. كده ما كان بالليتك يا بطل مبروضك تجيب لي مصيبه لحد عمي تسبب لي في النكد وخرب بيتي وعايز تمشي. ايه الخطرفه اللي ملهاش معنى دي؟ انا اخرب بيتك بمناسبه ايه؟ ثم زعل جوزك منك ليه؟ انا حماتك، ضرتك، مرات ابوك. كان الساعه سودا لما شفتك فيها امبارح، الساعه مطينه. يعني كان الساعه بيضة قوي عليا انا؟ عطلتيني عن شغلي من غير مناسبه، راجل ماشي في حالي رايح في شغلانه مهمه. ندهت عليا في السكه تعالى وصلني على سينما ريال. عملت بني ادم وطوعتك. ايه بطل؟ يا سلام، كتير قوي عشان توصلني حضرتك. وصلني جنب المستشار. رجعتك خيبه، انا بقيت ماشيه جنبك ومستعره من رؤيتك. انت مستعره من رؤيتي وانا متضايق من فورمتك المحطلطه. مشيالك كده تتعودي اذا علمت الاستفهام. ثم دلقاني على هدومك ست ازاز كولونيا، ودراعاتك البيضة في الجوانت الاسود بيخطفوا العينين خط. كل منهم عمال يهوز، اللي يقول لك على مهلك يا غزال، واللي يقول لنا خط زلق يا بغل. وكل ده وانا ساكت وماشي جنبك زي الطرطور. ودلوقتي تقولي لي ادبك عليا كان اخضر، مروحك معايا كان مهبب. وما دام كده كنت بتندهي عليا ليه يا ست هانم يا برده؟ ثم لما قطعت لك التذكره وحبيت افوتك وانصرف، تمسكي فيا ليه؟ اخص عليك يا نحنح، ازاي تسيبني لوحدي؟ اما انك روح صحيح، وكنت صحيح في سلامتك عايز تسيب واحدة ست الوعداء. طيب اديني ما طلعتش لوح وانا سبت الست لوحدها، وندبيت في 19 قرش تاني حق تذكره لي انا، والفيلم طلع بايخ، واتفرجت حضرتك ونمت انا نومه زي الزفت ب 38 قرش. ايه عايز اكرم اخلاقي زي عن كده؟ انا انبسط بقى دلوقتي، اهو جوزي خاف خبر بكل حاجه، عارف اني انا امبارح رحت السينما. كويس ومال؟ وماله يعني ايه؟ واحد من المستخدمين اللي هناك قابل نظمة السواري وقال له الست بتاعتك كانت هنا في المدينة الساعة 6 اي واحدة فندي. كويس، قولوا له الافندي ده كان نوحة فندي، ولما نظم يعرف انه جوز بنت عمتك اللي كان معاكي في السينما اظن ما فيهاش حاجة. ازاي ما فيهاش حاجة ازاي؟ طلبت في واحد قوي في المزايا اللي زي دي يغيب من خياله، يغيب من الهدوم اللي عليه، يشك في اخوه. ولما حضرتك عارفة ان جوزك بيشك في اخوه تورطي الناس وتجيبيلهم وجع الدماغ ليه؟ على كل حال انا كدبت عليه. قلت له لا انا رحت السينما ولا شفت السينما. ما رحتش السينما؟ لا. امال قلت له رحت فين؟ قلت له رحت اتفرج على الاحتفال بتاع طلوع المحمل. محمل؟ المحمل طلع ونزل ورجع الحكاك بقالهم ست اشهر. المهم اتلخبطت يا نعبان دي ما خدتش بالي. يعني طينتيها زياده. نظري بقى ينشال وينهبل من الغيظ وانا واقفه منفوخه قصاده مش عارفه اصلحها ازاي. ومن امبارح للنهارده هو على رغم واحده كنت مع مين في السينما؟ قعدتي مع مين في السينما؟ لا زلتي مين في السينما؟ طالع تصر قوي. لا ده كلام ما ينفعش، انا لازم افهمه عن كل شيء. ايه؟ مصيبة يا هاني، انا كنت اللي اتخلقت في دنيتي للمرض ده كله. ما هو المرض جاي من كتفك يا بسيمة هانم يا بنت الناس، كتير كتفك ده كتير قوي. ما تعيطيش. اهلا نادر، اهلا. وحشني ان شاء الله ما تشوف وحش. ايه الكفى والسط ده؟ من امتى ما شفتكش؟ ده ايه ده كله؟ ما انت كنت لسه معايا اول امبارح. وقليل من اول امبارح لحد دلوقتي. خلاص عارف ايه الحكايه؟ انت ايه الاجابه فين دلوقتي؟ انت عاده في الوقت ده بتكون هناك في شغلك. اه بس انا الساعه قال لي في المحكمه. انا بقى لازمين الزومه دوبي. من فضلك سيبيني سوا مع نوحه فندم. انت لسه زعلان؟ هتسيبيني ولا اخرج تاني؟ لا اسيبك يا راجل سيبك. لسه زعلان؟ يا ربي انزل الميه. انا لسه زعلان، انا لسه زعلان. انا الساعي جاني في المحكمه وقال لي بعتوا لك خبر في بيتنا. ايه هي ما قالتلكش على اللي حصل؟ طرطيش كلام كده، وانا في الحقيقه زعلت قوي لان ما احبش طبعا اشوف بينكم وبين بعض سوء تفاهم على حاجات فارغه. حاجات فارغه؟ بتسميها حاجات فارغه؟ يا بني ادم يا وخم، يا اللي دمك اسقع من ازازه الكاتشوزه. حاجات فارغه يا لوح،
اعترض يا حيطة ايه ولا بتفكر فيها كده؟ تروح حضرتك تتفسح في السينمات مع واحد بقى واحد من واحد دون قصدك يا رزمي ايه؟ عايز ما نقول عنه ايه؟ واحد بيغوي ست متجوزه وياخدها معاه على السينما من ورا جوزها. هو غير ما يعرفش هيفهم منين من ورا جوزها يعني. سمعت لهم الخبر من المستخدم بتاع السينما انها كانت وياه. واسالها كنت فين الساعه 3؟ تقول لي خرجت تصلي طلوع المحمل. اه دي طلعت فرصه قوي. محمل واحنا في جماد اول. اه فرق ست اشهر. دي بني ادم ما دي مش جماد. اه جماد تاني. احسن شيء اسافر من هنا. تسافر ايه بس يا نظمي يا حبيبي؟ الجنازه حره والميت كلب مش كده؟ تقول مهما موجوده قدامي هتذكر كدبها وعمايلها السودا ده مش عيب ده ابدا. وكل ما هشوف واحد من اصحابي هفتكر يمكن يكون هو نفسي تدفني اكبر تمرت قبله ترسم معايا على الدمان. لا هو مش كده ما سافرتش انت هسافر انا. تسافر انت ليه يا اخي انت مالك؟ هو بتصعب عليا. انا كانت فين الوقعه المزفته دي يا فؤاد؟ اللي سدوني على العيشه الفظيعه دي. اه في جو زي ده ليه؟ ما سافرش ليه واشوف مصالحي؟ انا قدامي سفريه للهند كلها فايده علشاني وبقالي سنتين وانا كل منو على السفر تعيط لي بسلامتها وتشعبك في رهبتي ارجع رخ اخدان. لكن خلاص التذكره في جيبي والباسبور متعلم والليله دي ما كنتش بعيد في مصر. بس ارتاح شويه اعيش في جو صادق اتنفس اتنفس. تتنفس تتيس الحري انا مالي؟ مراتك وانت جوزها اتفلوا في حبابها. تراب ده بيت ده يا اخواتي ده بيت ده ست اللي في البيت دي ده ما مش ممكن اسيبك تغرب معفر كده. الناس يقولوا ايه الست بتاعته مش معتنيه بيه. خافي قوي حضرتك من كلام الناس. طبعا مش جوزي. جوزك قد كده مهتم بجوزك؟ قد عينيا يا توم. اخواتي في عمد الله انا ما شفتش كده. انا ما وردش عليا كده. ما مش بس تقول لي زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ اقول لك انا ابعد عني ابعد عني ابعد عني بس ابعد عني. قول لي يا اخواتي زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ لسه بقول زعلان من ايه؟ انا احسن شيء امشي من هنا. وطبعا مش لاقي كلام تقوله عايز تتلكك عليا والسلام. امبارح في السينما كنت مع مين؟ هي سلام يا نظمي يا حبيبي ما قلت لك 60,000 مره. انا ما روحتش السينما روحت اتفرج على الاحتفال بتاع طلوع المحمل. لا يا اخواتي انا هطلع انا هترصد هخبط دماغي في الحيط. طلعت المحمل في نص السنة. طلعت المحمل في جماد أول. انت فاكراني ايه؟ خواجة ببرنيطة؟ ما انا مش عارف المحمل بيطلع امتى. الساعة اسألك عليها تقدميها لعشر دقايق ربع ساعة. المحمل راخر تقدميه لست اشهر. اطلع انت ليه كده ما تمسعش في كلامي؟ اعوذ بالله يا اخواتي يعني عايز انا اصدق ان المحمل راخر اتقدمت مواعيده؟ يمكن يا توتو بتصادق. اقول لك انا هموت نفسي على ايه؟ مفيش فايده من الكلام. احسن شيء اقول لك انا مسافر من اللي مسافر من مصر. مسافر من مصر؟ وهنروح فين؟ مش هنروح هروح. انا الوحدي بس اللي مسافر. مسافر لوحدك يا قلبك يا اساوتك. اضربني موتني زي ما انت عايز بس مديش لوحدي. نعمل ازاي دلوقتي؟ ايه اللي يحوشه؟ ايه اللي يمنعه؟ مستشفى. الو مستشفى امراض العقليه. من فضل حضرتك اذا كان في واحده جوزها حصل له هياك في عقله وحالته صعبه قوي نعم تدوا خبر للاسم. طيب من فضلك ادوا خبر للاسم. ايوه بيت نظمي به الصنافيري 140 شارع بركة الوز ثالث دور جنانه ايه؟ يوه حاجات كتيرة قوي. ايوه انا بكتب. بيفتكر ان بواب العمارة عايز يبلع ولاده وان الوزة بتاعت الجيران بتبصبص له. ايوه انا بكتب. اول من فضلك اقوم لحسن محضر الشنط بتوعه بده يسافر. ميرسي. بس عبل ما يفحصوا اذا كان مجنون ولا عالي بقى يحلها ربنا. Yeah.
قلتي لي؟ أنا بتعرفي قلبي يا أبو زينة. عارفة مين قالي؟ نوح أفندي جوزي. انت قابلتي نوح؟ قابلتيه؟ هو أنا جاية على هنا شفت منظر زي المجانين تمام. جوزك نصبي طالع يجري وجوزي أنا نوح أفندي عمال يجري وراه ويزعقوا مع بعضيهم. سألت ايه الحكاية؟ قال لي نظمي زعلان من بسيمة وطفشان مسافر. ايوه مسافر يا ابو زينة مسافر علينا. خليتوا على ايه بس؟ عملتي له ايه؟ ولا حاجة يا ابو زينة ولا حاجة. ولا حاجة؟ ويفوتك ازاي؟ بقى رحت السينما وكان معايا راجل معرفة. وبتقولي على دي ولا حاجة؟ راجل معرفة؟ لو تعرفي مين هو؟ مين؟ واحد ما يسويش نكلة. واحد ما استعناش يمسع لي جسمتي حتى. على كل حال غلطة مني. ايوه ان شاء الله يتخلص من ابن عينه زي ما خدني سينما وقصر بيني وبين جوز. كان لازم تعترفي بغلطتك وتستسمحي. غلبت يا ابو سينا وطيت على رجله ابوسها مستحيل. تعرفي كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ما غلبتلوش حتة عين. ما انت كمان يا بسيمة الحق عليكي، عارفة انه جوزك نفسه في عيل يفرح له. كان لازم تعملي ترتيبك، مش تملي تتهربي لي بالادويه وتمنعي الحبل والولاده. اهو دلوقتي لو كان على كتفك عيل كانت لازم ينشغل بالولد ويقعد. ايوه يا ابو زينة يا خساره لو كنت انا عارفه كده. على كل حال ما تحمليش هم، انا متاكده ان نوح هيأثر عليه ويرجعه تاني. واذا ما قدرش يرجعه تاني يبقى زي الحال ما قدرش يعيش في الدنيا دي. وجدتها. انا عندي حل. ايه قوليلي؟ انا في عرضك. ارجعهولك على ملا وشه. ازاي؟ هو مش عايز ولدنا جايب له ولد منين؟ من بتوع اللعب؟ ولد يا اختي ولد، ولد بني ادم لحم ودم وكل حاجه. انا كان ليا واحده ست صاحبتي جوزها يموت في الخلفة وهي مسكينة لا بتحبل ولا بتولد ولا حاجة أبدا، وحالتهم دي كانت معكرة عليهم عيشتهم لدرجة قربت للطلاق. لأجل حسن الحظ وزارة الخارجية اللي هو متوظف فيها نقلته أوروبا في القنصليات. هو سافر من هنا وهي جريت على ملجأ الأطفال، اتبنت من هناك ولد. وبعدين لما رجع جوزها لكن جوزها ما فهمش أبدا ولحد دلوقتي ما فهمش حاجة أبدا، وفاكر إن الولد ده ابنه فرحان بيه فرحة الدنيا. يا أبو زينة فكرة مدهشة. الله، رايحة فين؟ رايحة تبنى لي ولد. أنتِ جننتي؟ هو معقول تحبلي وتولدي وجوزك سايبك ما بقالوش 10 دقايق؟ لازم يمر كم شهر. اذا غاب جوزك في السفرية دي تقدري بعد شهر 2 3 تبعتي له جواب تبشريه بالحبل، بعدها كمان بكم شهر تلغراف بانك ولدتك وتشوفي المكان يرجع لك بطيارة. ما كنش انا ابو زينة. لكن ازاي اصبر المدة دي كلها مش واخدة على فوها يا ابو زينة؟ سدي يا روح امك سدي يا دنايا. ما جراش حاجة، انا متأكدة ان نوح هيأثر عليه ويرجعه تاني. اياك يا ابو زينة اياك ان شاء الله. بس يا روح الاصحاب ورا معرفة الاصحاب بابا. يقول لي لقيته لقيته. دي جدات العشرة، دي اخر خدمة الناس، دي اصول الصحوبية. يا خبر ايه ده؟ مالك يا نوح؟ أنا اللي من 20 سنة حارق دمي على حاجة اسمها صداقة، يزقني بالعصاية كان هتخرم عيني واتشعبط في الأوتومبيل عشان أحوشه، يفتح الباب ويدلقني في السكة. يا حرام، إيه اللي في قرطك دي؟ أي نتائج الصحوبية يا ستي، نصب بيه نصب زفت. يا حرام، دي مبقللة أوي. دي مولعة دماغي، الحقوني بقطة بحاجة. حاضر. احنا في القطة دماغي ولا في هو 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 ودماغنا في 60 داهية مش كده؟ أيوة يا ماما. أي هذا كثير. يا حرام، عاملة زي البطيخة.
تتكلم في اللي حصل. اللي حصل اللي حصل اللي حصل ايه اللي حصل؟ وانا بتكلم في ايه؟ في الهندسه، في السياسه. ارجع تعالى، مفيش فايده. شفته بيدور ايده هيسوق اوتومبيل، رحت متشعبط على السلم. بل اوتومبيل ماشي وانا مدلد من بره والناس بتشاور عليا. يا حبيبي حبيت من كسوفي اخرم من الشباك واخش جوه، فتح الباب وناولني لكميه، لقيت نفسي متلقح في وسط الشارع ووشي بيشر حاجه حمراء. ايه يا اخويا؟ دم؟ لا، ميه طرش. أتاري وعدلي لجل التصادف الحلو جت على واحد ماشي في سلطانية طرشي، اندشت في دماغي، بقيت أنالي من الوجع والحرقان وماسك الطرشي ماسك في خنائي وراسه ألف سيف اللي حق السلطانية. مسكين يا نحنا. مسكين؟ أنا مش شهدة مع المجرمين دول. صداقة؟ إيه صداقة؟ أروح أتين الصداقة. وهو هو نظمي. نظمي لها دماغي تقول لي نظمي؟ راح في 60 داهية راح. ولا حدوش؟ ألحقوا فين؟ ايه عشان يحدفني من القطر. انتوا فاهمين عمر ايه؟ طبق زي اللي عندكم في المطبخ؟ لا يا بسيمه، لا جوزك ملوش حق. يا خرابي، هو عاوز يموت لي الراجل؟ انا عندي كم نحنوحي. قولي لها يا ستي عندك كم نحنوحي؟ يا حبايب الناس دي، ده انا اعمل صداقه مع المعيز احسن من دول. نوع افندي، وانا ليا من غيرك؟ يعني اقصد الغرب واسيبك انت مش من عشمي. عشمك؟ ايوه يا بسيمه، ده لكن ده كتير، ده كتير. احنا عندنا مين اعز من بسيمه يا نوح؟ هو كده فعلا كده، لكن نابوخي الخطه لو جبت شويه كنت رحت فيها. يعني خلصت نظمي تصير من ايدي؟ خلصت ازاي بس؟ ما انت كله من ايه؟ طيب شوف لك طريقه والحقه. برضه هتقول لي شوف لك طريقه والحقه؟ ايوه الحقه يا نوح، الحقه قبل ما يسافر. الحقه فين يا ابو زينه؟ سافر في الوابور. اجري ورا الوابور. لا تقدر توصل قبل منه، تاخد طياره. طياره؟ اه طياره في الهواء. اما الطياره في الارض يا اخي؟ انت فاكرين الطياره دي ايه؟ ترماي سرنوكروفت. عشان خاطري يا نوح، بسيمة صاحبتنا ما يصحش. بسيمة يا خالد صورت بتقولوا ايه؟ طيارة، انا اركب طيارة. اي بص وتشيل هوا. ده انا تبيل هوا. وتتفرج على مناظر. مناظر ايه اللي اتفرج عليها دي؟ غربان حدادي. طب ولما طب انا وحيا ابوك يا نوح. نوح بسيمة غلبانة بتحب نظمي، في ايدك تنجدها، في ايدك عمار البيت. يلا انا ضيعها يا خالد. طيارة، انا اركب طيارة. شغلك انت بس. اقول ايه يا سيدي؟ شغلي ايه؟ للست كده وبس، تبعت اللي بلغت عنه. بلغت عن ايه بس؟ ما تقول يا سيدي. مالكيش دعوه انت، قول يا خبر وخلاص. خبر ايه اللي وصلنا فيه جوه؟ قولها كده وبس. اقول لها يا ليبيت ما تقولش الخبر، قولش الخبر. انا يا اخويا حصاره يا اخي، اولاد النصر يا ليبيت. الجيلان ما فيهش خساره يا فندم. هو في حد بيتجنن يا دكتور اكتر من ولاد الناس الطيبين؟ القمار والصبح والعربنة والسهر وتعاطي المخدرات كل هو. المهم عندنا نجرجره بالسياسه الا اذا كان متهيج. على كل حال هنشوف. مرحبا. ايه المناسبه؟ لا احنا مالنا. الو، انتوا هنا محل الطيارات؟ المازه، المازه والهندسه. انا بسال، انتوا هنا محل الطيارات؟ واحد ما تعرفوش يا سيدي، واحد عايز طياره لبورسعيد. طياره؟ ايوه طياره. لا من غير دوباره. طياره
طيارة طيارة فوق في الهواء، طيارة 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 طيارة. دخول بيتي اجي في المطار كويس، اهي الناس تقول كده. انما دول عشان ايه؟ دول حضرتكوا عايزين حد؟ ايوه. وحضرتك بتسافر كتير؟ ايوه يا سيدي، كنت بسافر وابور سكه حديد. شيء جميل قوي، شيء لطيف. ما فيهاش لا جميل ولا لطيف. دي يظهر ان حضرتك بتسافر كتير، اظن دي كمان من السبب. لا يا سيدي، دي من سلطانية طرش. شيء جميل خالص، شيء لطيف برضه. مفيش لا جميل ولا لطيف، بقول لك من سلطانية طرش. ودي الأخرى كنت بتتابعها؟ أتابعها؟ أه؟ عيالي سلطانية الطرش يا أخي. لا يظهر إن حضرتك بقى. بستفهم يا أخي بستفهم. استفهام إيه اللي بتقول عليه ده؟ قول لي من فضلك. نعم. أنتوا جايين هنا عشان إيه؟ البواب لسه بيبلع الانجاز. هو بيبلع الانجاز. بس تفهم يا اخي، بس تفهم. تفهم ايه؟ انجاز ايه اللي يبلعهم البواب دول؟ ايه بسريه؟ بس تفهم مثلا يكون جعان. ايه الكلام الفارغ ده؟ والوزه بقى. وزه؟ ايوه الوزه. مالها الوزه؟ لسه بتبصبص لحضرتك؟ الوزه؟ لا لازم، هربانين من مورستان دول. اسمع بقى، تتفضل ويا انا. لا والله انا مشغول شويه، مني معدي الفضه. فضه؟ شيل يا شريف. الله 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 يا جماعه، يا بسيمه يا بسيمه. أظن كفاية يا أبو زينة، ولا نعمل له يختي كمان عشرة؟ تبلعي إيه؟ الكذبة؟ آه الكذبة رجعها تاني. أنت ما تعرفيش قد إيه صعب إن الإنسان يبطل عادة يكون واخد عليها. تبقى الكذبة بتتلطف على طرفين لساني وطعمها زي الملبس في بوقي. أفتكر نظري أروح أبدأ زمايلي عليه. أتعبني صحيح لكن زي بعضه. قولي لي عشان جوزي حبيبي. كمان 24 ساعة وشوفوا هنا في المترو قدام عيني. بكرة الصبح يوصل بورسعيد وبالليل زي دلوقتي هيكون هنا. أيوة صحيح، بقاله دلوقتي يطلع 18 يوم من نهار ما نوح بعت له التلغرافية بيقول له فيه دق طبول البشائر احضر طائرا أو عائما أو ماشيا. أصبحت والدا لمفعوس جميل. أما بالحق يا أبو زينة، نوح أفندي ده عليه طريقة إنشاء. محضر 20 سنة في المحاكم. ده انت لما تشوفيه في إنشة الحجوزات مهلوبة. نوح نوح هو في زي نوح نوح غش، هو اللي نفسه حلوة يا حبيبي. طب ده لما يقعد كده على رواقة يجرط في محضر الحجز ويصنفوا بكلامه الحلو. لا تقولي لي هيكل بقى ولا عقاد. الا قولي لي يا اختي، هو اتاخر كده ليه؟ مسكين بيلف على حكايه المرضعه زي ما فاهمناه. اه قولي لي من حق، هي الوليه ام الياس الدايه قالت لك امتى هتبعت المولود؟ الاتفاق يكون هنا بكره الصبح. اه وعملت ترتيبها خلاص مع ام العيل؟ ام العيل هديها 10 جنيه وام الياس هديها 5. وابو العيل؟ ابو العيل محبوس في قضيه سرقه وليه غلبانه مستحقيه اللقمه. عرقتها 4 عيال تانيين منشفين ريقها وفرحت قوي بالمبلغ واطمنت في بيت زي بيتنا. طبعا ابنها هيتربى تربيه على الغالي. عال ارتحنا من وجهاتي. بعدها يا ابو زينة، كل لما اشوف السرير الصغير ده قدامي ابصر جسمي ينمل ازاي وقلبي من جوه يحن للخدمه. ومتهيألي ان الولد اللي جاي ده ولو انه مش ابني صحيح انما هحبه وهنشغل بيه، هيفتح نفسي بعد كده لذريه طويله عريضه 10 20 30 يعملوا حزب، يعملوا برلمان، يعملوا حكومه. يندمك كونتي دوله اوام من قبل ما تولديهم. لا ازاي يا ابو سجنه سعاده، انا زمان
كان عقلي فين؟ فسح ايه؟ مضاد ايه؟ تياترات ايه؟ سينمات ايه؟ كل ده ايه جنب حاجه كده زي نص وقت ملبن تحرك شفايفها وتقول لك مامي يوه ما تخدنيش جدتي ما لو كان بامكاني ادي نصيحه لكل من يجوز بنته بالك كنت اوصيه بايه؟ اهم شيء في جهاز العروسه لا الفساتين ولا القمصات ولا الموبيليا سرير صغير زي ده منظره لوحده يناديها بانها تملاه ايوه تملاه ويطلع جوزها زي ما احنا يعيش ويموت والسرير فاضي خلاص نسيت داخل برده معزوبه كنت دايس فيها بركه واحد شيء جميل ولسه كمان سعر ينزل في البيت اكتر من كده ما دام الخدامين بيشوفوا اسيادهم بيلعبوا بالكوره ايه مالك بس في ايه انت تملي كده اخلاقك في مناخيرك الدلع بتاع حضرتكم البنت المفعوصه تقف تعلمني اللياقه وعدم اللياقه ولازم انضف الجزمه في الممسحه قبل ما اخش بكره كمان تقلعني الشراب على باب السكه اللي تحايا بتبايظ من كله ستات عقولهم قد كده اهدى بقى يا نوح احنا في الخدامة دلوقتي ولا في المشوار اللي احنا بعتناك فيه ها ها تعال احكيلي رحت للمخدم عطرت في مرضعة كويسة شو تعالوا قولولي هنا مرضعة ايه اللي تبعته راجل محترم زي انا يدورنبه عليه من جهة محترم او طبعا محترم افهم ايه انا في المرضعة ولبن المرضعة مشوار بارد زي ده ما تقعدش عشان الرجاله دي شغلانه حريمات المهم رحت ولا ما رحتش رحت يا ستي هبب نسوان في دكان المخدم مرصرصه اشكال والوان اللي تتغمز على شكلي واللي تخش لي قافيه والراخر المخدم يقول لي عاين شوف حاجات كده تكسب ايا يا ماما الدنيا مبقاش فيها لا خشه ولا ادب ولقيت ولا ما لقيتش؟ لقيت يا ستي هببت طيب. عايز 4 جنيه ايه؟ 4 جنيه؟ ليه؟ انت اتجنن؟ هو كده عمره في حياته ما يفتح بحاجة حتى كمان حتة مرضعة ما تعرفش تنحيها ايه؟ ب4 جنيه وتاكل وتشرب ب4 جنيه وتلبس ب2 جنيه يعني تتكلف لها 10 12 15 جنيه ما هي واحد معاه ليسانس اللي معاه لسانس ما بيرضعش بيترافع ثم حضرتكم بعدين اجيب مرضعة مش اجيب محامي يا خايب يا مايل مفيش مرضعة بثلاثة جنيه مفيش باثنين جنيه في 250 قرش جار يا سودة ما جبتهاش ليه جار يا سودة وماله لبنها اسود ينزل الكاكاو ثم خفت على العيش يقوم بالليل لا قدامه عفريت اسود خطيس ينسرح ينخفض جاتك خيبه جاتك حاسه يعني رجحت زي قلتك ما جبتش حد وياك يا نحنا جبت يا بني ادمين جبت يا مصيبه جبت انا متلقاها جوه هم 4 جنيه هم 4 هبات ما لقيتش احسن منها الله يجازي شتانك يا نوح اما روح ده يا اخواتي اضحكوا قوي تركعوا هدول انتوا فالحين فيه طب لما يلفوا وسايبها بره ليه؟ ما تندلها نشوفها حاضر خش يا بنت انت يا هي اسمها ايه؟ هو احنا اللي كنا جبنا المرضعة ولا انت؟ صحيح انت يا بنت يا حبهانة اسمها حبهانة؟ وده اسم التحقيق حضرتك يا منت فالح لا بتحضر ولادتها واسمها لكم روح النفوس مش كده خش يا بنت خش عواف مساء الخير خش خشت عليكم البشاير والتعديل ان شاء الله يا ست هانم اقعدي استريحي اقعدي اقعدلك الهنا والمنى يا قادر يا كريم اقعدي بلاش لت اقعدي قاعد على نفس عدوك الهم والغم والكابوس اللي يطفحه الدم ايه هو ده انت كل كلمه تعملي عليها قصيده شعر اقعدي وخلاص ازاي الصح الهي وانت جاهي كنت دخلتي عليكم النهارده هاديه ومهديه وناديه ومنديه وسال اخضر اسمع مني يا رب
انت اصلك منين؟ من محطة الاذاعه؟ لسانك ده مش قادر تربطيه شويه؟ ما تسيبها يا نوع، باين عليها شاب عشريه. ايوه يظهر انها بنت حلال. يا هل عقدتك ويزهد دنيتك ويمل ريقك ويسلك طريقك. الناس الامراء يبانوا من وشهم، يبانوا من منافسهم. هو ابريق العسل نشر مش والله بلص المش. ينتخ موار تعال ده الواد بس مسافة ما يرضع سنة واحدة على قدام حضرتك يسرحوا قدماتك. وكنت هبلي كده بتشتغلي فين؟ في بيت حسني بيه ابني نوار باشا، قعدت عندهم زي السمنه على العسل 14 شهر. الاكل فضلت خيرك كأنق ومقانق، الحلو باليزيد والحادق باليزيد، لحد ما سيبنا بعض على حاجه فارغه قوي. اصل يا ستي كله من عينين الناس. وايه الحاجه الفارغه دي بقى؟ والله العظيم يا ستي شيء ما كان يستحق ابدا. دخلت الهان لقيتني بغير للواد، والبير علشان ايدي مش فاضية وقف يسرح لي كانتش فاضية. والخواجة يعني من إنسانيته بهرشلك في كتافه في دراعك. يخرب بيتك نوح. الله ما تتعدل. اثبت كتافي ايه ودراعي ايه يا ابوها فندي؟ جاتك ابوه لما يقلع حبادي عليك. ايه ابوح ابوح ابوح؟ يا نوح افندي من فضلك تسكت تتكتم انت. وايه اللي طلعك من عندهم ما حكيتيش؟ الاربطه يا ست، الموت على الدنيا، التحبيك على الدقه. ايه الاكل يعني؟ كده الغدا وحياتك انت ما يزيد على طلب اصناف ابدا. طبق لحمه يا فراخ، طبق مكرونه يا رز، طبق خضار، طبق فروطه، وشيل ايدك مسكينة نشفوا مصاريني. قوي قوي يا ابوها فندي. بعدين بقى ابوها دي. بعدين بقى نوح. نوح فندي اسمه نوح فندي. نوح نوح سوري يا نوح فندي. سوري. هلا هلا على المرادع الاسكوتش. ثانك يو يا نوح افندي. العفو
العفو يا مرضعه شكسبير. والمهية برضو 4 جنيه. بيرفكس يا ست هاني، الميزانية كده ده شيء معرض. ما تكسروش اللوائح، ما تبوظوش الكادر، مرضع حرف جيم، اسألوا المالية. نعم بتقفش ولا ايه يا ابوح افندي؟ كاتب ابوح لما يقلع حرام عليك. الله، ايه الابوح ابوح ابوح؟ والله مع الاسف احنا كمان ماليتنا ما تسمحش الا باتنين جنيه. خمس مرات ولا 10 مرات؟ انت هتردعي ايه؟ دندرمة؟ على كل حال تشرفنا، عندكم تليفون؟ فضالي اتكلمي من السك. عدم المهافزة يا عوالي، والنبي ما كان بودي أبارئكم أبدا، لكن كسبنا معرفتكم. أبو حفندي اسألني منين يا أبو حفندي؟ من هنا كوبانية اللبن. ومكلف خاطرك قوي ورايح للمخدم ومرضاه نظيفه وذوق وبنت حلال على 2 جنيه يا حلاوتك وحلاوه امك. الله يخليك يا ولية. ابوها فندي. وبعدين بقى نيفر مايند. يا ستي تلغراف، يا ستي تلغراف. تلغراف وريني فرقة ايه المقفعة دي؟ كانت عاملة الرجيم دي؟ طب النظم يا ابو زينب النظمي والنبي بيقول ايه؟ السفينة تقدمت يوما عن ميعادها، وصلنا بورسعيد، سأكون عندكم الليلة نظمي. يا خرابي الليلة؟ ايوه يا ابو زينب هيكون هنا الليلة مظلومة توفي. لكن يا هبلة يا عبيطة الولية ام الياس الداية مش هتبعت لنا العيل الا بكرة. فكري فكري نور. هو اكسبريس بورسعيد يوصل امتى هنا؟ بعد ربع ساعة أظن. ربع ساعة؟ روح نفشوا. فكري معايا فكري. انتوا مية مية مية. ايه زورت؟ احنا في مية دلوقتي ونفز، ما عندناش وقت. قوم ما شربش المية الاخرى، ما طلعش منكم ولا بالنكبه. يا بودك يا اخي بتقول لك فز. قوم قوم قوم. قامت قامتكم اروح على فين؟ قوم روح على ام الياس. ام الياس مين؟ الداية ما انت عارف. وهب بيه عند ام الياس تجيب منها العيل وتنتك جاي، ما ترجعش الا وهو بايدك. عيل ايه اللي اروح اجيبه ده؟ انتوا جننتوا؟ اشيل عيل واضربه في الشوارع؟ جاي الليلة جاي 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 جاي. هيجي ولا ينفلق؟ لو لما ما يلتقيش العيل ان شاء الله ما التقاه. قولوا له مات. مات يا خرابي. مات مات ازاي؟ مات زي كل الناس ما بتموت. مات الله يطبقها على دماغك يا بعيد. الله ياخد اجلكم واجل العيل. ما تزنش، قوم اخلص. طب بس اغسل ايدي. ما تغسل ايدك ايه؟ تهبب ايه؟ تاكس اوام، خد تاكس حالا، مسافة 10 دقايق تكون هنا. قول لأم الياس. أقول إيه لأم هباب؟ اللقمة ما تقناش على اللقمة. لقمة إيه يا مسروع يا منفوع؟ لقمة إيه؟ قول لها الليلة من كل بيت لازم العيل يكون بايت عندنا. ما تطوعوني بس وتقولوا إنه مات. مات؟ مات إزاي؟ مات يعني إيه؟ أكذب؟ إيه؟ وأنت لا سمح الله تعرفي تكذبي أبداً. ما تزنش، أنت إيه حيطة؟ حيطة لما تبططك. ناولوني البتاع ده يا خرابي. روح امشي. انا كنت بعرف ناس زيكم ليه؟ بعرف ناس زيكم. اوام ابو زينب، ابو زينب يا حبيبتي ده لي بحر اوام. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يجيب لي عربيه. عربيه؟ تروحي فين؟ اروح المحطه يا حبيبتي قابل نظمي. انت اتجننتي، انت والده، مش لازم تتحركي من السرير. اقلعي اقلعي. تعالي تعالي اقلعي يا حبيبتي. استني. يا سلام. اما تعرفي يا ابو زينب. ايوه يا روحي. لو ما كنتيش انتي معايا انا كنت اتلخمت صحيح. ليه؟ اصلي انا بطلت الكذب من زمان،
ولا بتمرنش عليه بقالي مدة. قولي لي من حق، انت وصيتي الخدامين حفظتيهم يقولوا ايه قدامه؟ ما تخافيش، كل شيء موظف، دول عشان خاطري انا يحذفوا روحهم في النار. تعرفي يا سمسم عملت لهم ايه؟ عملتي ايه؟ زودت لهم كلهم مهيات. برافو عليكي، اهو كده اضمن عشان ما حدش يفتن علينا. تعالي بقى هنا اهوت امسح لك وشك. وشي هتمسحي في ايه كمان؟ امسح لك الاحمر ده، ما يصحش يكون تقيل كده، انت والده، انت مخلفه كتير، وشك لازم يكون اصفر. طيب. استنى استنى. اديني مسحت لك الاحمر اهو كده اضمن. يلا بقى تعال. اه اهدى. لا 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 يا ستي بوسينه، لا لا انا مش عايزه نصب يجي يشوفني انا بالشكل ده. يا ستي الوالدين مش لازم يهتموا بالغندره. اسمعي كمان، تبقي تاخدي بالك لما يجي جوزك تخلي صوتك ضعيف وتتمسكني. ايوه. اه يا دوبي. ايوه. اه يا نصر. يا ولا قد ايه انا تعبت يا بنتي. على جماعه يا وزينة. سيدي 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 جاي يا سيدي. يا حرامي يا ونور، لسه ما جابش العمى. العمى عايزه العين ما جاش. نامي في السرير، ما تتحركيش من الفرش. نايمه بالشبشب يا شيخ. مش حيال حظ، مش حيال معانا. طب اتغطي. خلاص لا غطي الشبشب، غطي الشبشب. بشويش يا سيدي، بشويش 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 بشويش. بصينا يا عزيزتي بصينا. بشويش بشويش. تعالى تعالى. أهلا 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 أهلا. ازيك أنت؟ أهلا أهلا. حلوة هي زيها. الحمد لله، بس تعبانة شوية. مسكينة تعبت. اه حبيبتي يا مراتي، احنا ساعة الولادة بقينا مخضوضين عليها يا حفيظ، ونقول يلا النجا. مسكينة. والولد الولد 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 عال. اما طلعنا النوس يا نازلين. والله يا ابني حبيبي السبيل طالع. يا المرحله اللي احنا فيها. هو غد كده لهلوح البلاوج. وحشني قوي يا ناصر. اقصى عليك يا قاسي الغيبه دي كلها، ولا تسال عني ولا حاجه؟ انا ما اسالش عنك، انا عندي بين اعز مني نجرتي يا بسيط. يا حبيبي يا ناصر، والله بقيت ام يا بسيمة. مبسوط يا نازلي؟ مبسوط، ده انا حطير من الفرح. فين النونو بتاعي؟ اسمع اللي اتعزل. يوه على دي ولادة. يوه يوه على نوح البلاوة. يوه هو غاب كده له. يوه يوه يوه. اما ابو زينة دي يا نازلي، انا مش عارفه اودي جميلها فين. كتر خير، ما فاتتنيش دقيقه. واه ميرسي يا ابو سينا، ميرسي قوي. انتوا سامعين ايه؟ النونو بيتقابل. ايه ده سرير فاضي؟ فين امال الكتكوت؟ خرج يتفسح. خرج يتفسح. اه شالوا نوح افندي، خدوا عشان يتهوى شويه. يتهوى في عز الساعه دي؟ وعشان صدره يتسع في الهوى النظيف. صدره يتسع بياخد زكام. لكن الحكيم نبه علينا بكده. الحكيم اللي نبه بكده؟ آه. صار كنت بدي اشوفه، بدي ابوسه كلها شويه، وهيكون قدامك وتبوسه على كيفك. لكن اسمعني، يعني نوح افندي اللي خدوا يتفسح، انتوا ولدتيه بيمشي؟ ما جبتلوش قطعه؟ ازاي دوبي جبنا له؟ بس يا حبيبي شوف الباب، النهارده الصبح لقينا الموضه عندها هفه. قمنا خفنا على العيل طردناها. عملته طيب، عملته طيب. سلامات يا دوبي. الله يسلمك. يا سلام. هو انت بس على كيفك، ولا سائل عني وفاكر عني ولا حاجه؟ ازاي ما اسالش عنك؟ ازاي بس يا بسومتي؟ انا عندي مين اعز منك انت؟ وانت يا ابو سيد قد ايه وحشاني والله. وحش لما ياكلك.
أحواله. نوح؟ هو نوح بقى نوح؟ ده نوح نقص وسجاد وقف يرقص في الشارع. من فرحته بالمولود ده هيتجنن هيتنطط من على الأرض تنطيط. الله ازاي؟ اسكت يا زوفي اسكت، ده ما بقاش نوع، ده بقى تياترو. الله ازاي بس؟ ساعة يمشي على ايديه ورجلي ويجي قدام النور ويبعبع له. يا ايه يبعبع له؟ يعمل له جبل بابا بابا بابا. لا 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 وساعة يدهن له وشه دقيق ويلبس له ترتور ويتنطط له ويسقف له ويلعبوها. أما يا أخواتي نوح أفندي ده، لكن هو خد الولد ورحبه على فين؟ الدنيا بقت ليل، الساعة بقت عشرة وكسور. إيه هتتلفوا أخلاق الولد وتعلموه السهر من دلوقتي؟ أنا هنزل أشوفه وأرجع تاني. يا خرابي يعني يا توبي كل فكرك في الولد. ما هو أول ما جبت في الدنيا يا بسومة، اعذريني ده من فرحتي طاير من الدنيا خالص. هنزل أشوفه وأرجع تاني. عوز عليك يا توبي. ايه وبعدين معاكي؟ انا بس هشوفه وارجع تاني. مين اعز من اي ايه ده؟ انت معلقة دقنك النهاردة. انا من فرحتي تايه عن الدنيا خالص. وحتبوس النونو وانت بالشكل ده؟ يعني لازم لما بوسه البس له بدلة التشريفة. يا ندمتي، هو جسمه يستحمل ده زي العجينة ام سام، ده زي حتة القطة، ده رقيق يا دوبي رقيق بشام. يا اخواتي ابوسه لا 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 لا. مين يخليك تبوسه قبل ما تحلق دقنك؟ ابدا يا دوبي لازم تحلق له دقنك. ابدا يا دوبي لازم تحلق له دقنك. هممت والله العظيم. خلاص يا ست احلق له شعري زلطه كمان اذا كنت عايزين، بس كنت بدي اشوفه بدي ابوسه. قولها شويه ويكون هنا وتزهق منه. طيب. يا سلام يا سلام يا ابو سلام يا سلام. انا عندي ولد يا ولد يا عندي ولد. خد البزه واسكت. خد وبعدين جوزك وبعدين البلاوي. انا اروح انا بتطلع يا اخواتي حرام عليك. يا بعدين في جوزك انتي وبعدين في خيبته. هيطفش الباب يتبلع يا ليل. استنى بس دي الماكينه. ايه عاوز حاجه؟ خدها يا اخويا. عاوز حاجه يا دكتور؟ لا بس هاخد الشنطه. ما تقفل الباب على روحك. اقفل الباب على روحي ليه؟ عشان دقنك ما تاخدش هوا. والله الدقن قال ما تاخدش هوا. المقصود اول ما يجي نوح افندي تدوني خبر. عادل يا اخويا اول ما يجي هنديك خبر. اخواتي على فرجك بصير. خد البيزا واسكت. يا خايب. وبعد البلاوي انا روحي خلاص حرام عليك يا شيخه. انتوا عايزين تطفشوا لي الراجل تاني على الهند يا اخواتي. روقي دمك بس عايش يسمعك بعدين. انزل انا زي ما انا اخد تاكسي اروح اشوفه وارجع. يا بنت غوري من وشي ما امسحتيش. اهو جه. انا كنت دايس بركه واحده. انت فين؟ رحت فين؟ كنت بتتمشكح فين؟ كنت بتمشكح عند ام الياس. يا عمال تدبوني فيها دي. وطي صوتك. وطي صوتك. ليه؟ نظم جه. هو جه؟ ايوه الولد. جبت الولد اهو. وريني يا حلاوته. طول السكه رفص فضلوعي لما جاب لي المغص. يا حلاوته يا ننو سعيد. وشوف يا ابو سعيد نايم يا مسكين. يا حبيبي حبك برص منك لها. ها ها وقالت لك ايه ام الياس؟ ام الياس؟ ها؟ وانا شفت وش ام الياس. ازاي؟ امال الولد ده مش هي اللي اديتهولك؟ لا ده لا ازاي؟ ده يبقى ابن بنت ام الياس. ازاي فهمني؟ رحت عند ام الياس قالوا لي راحت تولد. قعدت انتظرها اتاخرت. وبعدين بنتها والده جديد. مسكت العيل من ايدها عملت اني بدلعه. مسافه ما خرجت هي ما تعرفش كيف ايه. كنت انا على السلم والعيل تحت باطي. يندمك سرقته. ما كنت اعمل ايه؟ ما تجيش من غير عيل. طيب خلاص. ام لازم مهيجة الدنيا انا عارف. يعني انت ما تبلعش بحاجة ابدا. انت ما يجينيش يا راجل من وشك ده غير المصايب. يعني انتوا اللي يجيني من وشكوا الهنا قوي. بس تخطف ولاد الناس. انا عارف بقى اتصرفوا بدم وقدر لحد ما اروح اشوف لكم حد تاني. ودي وقت جديدة بعتينه يسعفنا حضرته مش كده؟ تفرغ تدفعوا فيها فلوس دي. بص دي عيانة بالسن. بص
كذب. ستي 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 يا ستي الوليه مرياش الكايه جايه بره تسمعها مره بتقول له حفندي خطف من عندهم عين. يا خرابي وليه لازمنا شويه نبعتوا لها بعدين. دي بتقول حفندي في البوليس يا ستي. حلي عليها يا زوبه. ايوه سكتيها يا زوبه سكتيها. روحي يا بنت هتزمم تتزمم واحنا في المصيبه دي. قوم فز روح كلمها بس هتصبر يا عالم واقع من طولك. قول لما تزعق دلوقتي ولازم يسمع حتى عايز تفرسي فوتي وانت بتموت يا بلن. انا لازم عملت حاجه بطاله في دنيتي عشان ربنا يعاقبني بالشكل ده. يلا قوم قوم ينيلك خارج بالصح. ميت يا كفره ميت. جوع على عمركم. لو كنت اقدر اسبك واخلص من عيشك. لا لما تسمك كويس حبيبتي من جوزك؟ اهدى يا بسيمة هيعمل ايه راخر؟ ما هو راجل ما يفهمش حاجة غلبان. هو ده راجل ينبعد حاجات زي دي نقول له يجيب لنا البلد اللي احنا متفقين عليه يروح يخطب حي تاني بداله. طب روقي دمك وهو الحي الجاي. تعالي بصي شوفي يا حبيبي شوفي مقرفص ازاي حبيبي. يا بهجت الدنيا. امتى يا رب اجيب زيه امتى؟ وامتى انا اخرى امتى؟ وامتى انا اخرى امتى؟ ايه وانت كمان يا زوبه؟ او النبي يا ستي اوي. لما قالوا ده ولد هو 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 انشد ظهري وانسانا هو 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 مفيش فايده وليا دماغها نشفة مش راضي تتنازل. قلت لها نأجره بالساعة عليكي مش وقت. هات الواد يا ماسمي جوه ماسمي جوه يا حرام. هو عامل ايه بس؟ نسيمة بسيمة الله نوع الوهلة دي الواحد سلتك ايه ده الله يحبك سلتك ايه ده الوهلة دي بلد فين الوهلة؟ انا يتنايف نسيمة بتحلق بصابون زفر. الله ما شاء الله. يا أحسن ما تظنوا بيبصلي بيضحك لي مدهش مدهش يا بسيمة مدهش. واخد بالك من طبع الحسن اللي في دقنه؟ أيوة يا توفي زيك تمام. العجيبة الشبه واحد الخالق الناطق. أيوة صحيح ولا ايه يا نوح؟ انا بستعجب انت خلفته بالشبه الغريب ده ازاي؟ ايه طبعا مش ابني؟ ابنك امال يعني ابن ام ولاد؟ وسمتوه ايه من حق؟ نوح نوح اصلا انا اترجيت بسيمة تسميه على اسم جوزي. كله على بتاع جوزك. سميتي ولد نوح؟ نوح؟ نوح نوح دي ايه؟ زي سيدنا نوح يا لا يا سيدي ارجوكم تغيروا الاسم السخيف ده. سموه بنايوتي احسن. تحب تطلعي لما تكبر يا توتو؟ اسمع حنقي لك وظيفة عال تطلع دكتور. لا 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 يا توفي دكتور ايه يغش العمليات والتشريع والحاجات اللي تخوف دي. يا ستي ما تدقيش بيه هو هيلحق يطلع ولا ينزل؟ لا يا نسمي لا بالك انا عايزاه يطلع ايه مهندس مبالغ. عشان العلاج مش كده؟ انتوا ملحقين على الشغل من بدري كده ليه؟ مش جايز انه بكره مولياس يخرب بيتك. تعرف يا نظمي لو طوعتني انا اطلعه ايه؟ مؤلف روايات. روايات؟ يورث الوظيفه عن امه. لا انا عايزاه يطلع ايه؟ يطلع ظابط تختي عليه كده وهو في اليونيفورم. ايوه عشان يطخ جبنه يودي الجيش في ده. خلاص يا ستي قلت مدام ماما عايزه كده تلبس اليونيفورم وتطلع ظابط. تطلع في سلاح البحريه تطلع في سلاح الطيران
تطلع ساعي بسطة فرمال يفك عليك كمساري فرماي. ايه هو اللي كمساري فرمال؟ يونيفورم وزراير بتلمع. تبني يا ناس بيسألك لما تقول تشوف الصابون ما تقول. ايوه صحيح عندك حق. عن اذنك بقى يا ستوتو اما اخلص حلاقه وانزل اكل انزل فيك بوس لما اقول بس. هاتوا عنك هات. لا يا ستوتو ده مزاج هنايم ابني بايدي. ابني يا اخوات ابني حبيبي روحي لحمي. لا من جهه لحمك اسالنا انا. بذمتك مش خفيف يا نور؟ خفيف؟ شربات بس ربنا يديمه. يا اخواتي على نوح وعلى شعلات في الواد. مش انا يعني؟ انا عمري اتشعلات في حاجه زي كده. تعالى لا قول لي هنا يا مجنونين فعال قد كده. لا نعم يا ابو علي كبير قد كده. تعالى ازاي قدام الولد وتعمل له جمال؟ جمال؟ ساعه ما كنت بارك على ايديك ورجلك. ايه انت عقلك فين؟ كنا بنهزر سوا. الهزار ما يبقاش بالشكل ده. انت ايه بهلوان؟ فقعدت له ايه في وشك وتلبس له طرطور وتلعب له حواجبك وتتنطط له وتسقف له قول اه قول اه. نوح ده ما يتنكرش بقيت عمره. والله انا مش مصدق هكمل بقيت عمري. انا هروح اكمل بقيت حلاقه واجي لك حاله. ده هي ولد ابو سيد عندي ولد ما تفرحيش. ما انا فرحانه اهو عندك ولد عندك ده تجميله في خيبتك. هاتوا الولد هاتوا الولد. بعد ما نصبي شافه والحاله اخرتها ايه دي يا اخواتي؟ اخرتها بسيطه تروح ام الياس تجيب لنا الولد الثاني اللي احنا متفقين عليه وترجع تاخد ابن بنتها. ونصبي اعمل الدرجه دي مش هيلاحظ ان العيل اتبدل ولا يلحظ ولا حاجه. الاطفال في السن ده كلهم شبه واحد. والمدب المدب ده اللي قدامي تقول له ايه؟ طالع شبهك تمام. انا ولا انتم؟ طبع الحسن انا. ايوه انتم بشبهك تمام. انا اسكت اعمل معروف بلاش قلب الدماغ. اجري حالا خد ام الياس في ايدك خليها تسلمك الولد التاني. عيل ايه اللي اروح اجيبه ده؟ الوليه مرصاصه بره مش عايزه تتكلم. ياوه يا اخواتي كل حاجه اتحققت كل حاجه اتسددتها. هي فين ام الياس؟ اروح انا اتراجع. هي فين؟ متلقاها جوه في المطبخ. اللي يتكع عليك كوبايه ميه يموت عطشان. شوكتك دهيت سمك يا شيخ. عامله لي روحها نفسه وطلعت تجري زي ابو فصاله. انا هفرقع يا اخواتي هفرقع. اقول لك الحق يا نوح انت احوالك تعل. تخطف ولد من بيت امه وتجيب لنا مشكله مقندله ما احناش عارفين هتنتهي ازاي. في حاجه في البيت ده بتنتهي ابدا؟ وبسلامته بعقل كبير قلبي نقيل وظيفه من دلوقتي. انا هفرقع يا اخواتي. فين حته البتاعه اللي بتسموها فرخه بالكده؟ ده ورك فرخه ده؟ ايه فرخه سبور؟ ولد يا ولد يا خرابي مزني جاي على هنا وفيز يا منيل. انده لبسيمه اجري انده لبسيمه اوام انده لبسيمه. ايه الله هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ حنام مطرحها. قومي بلاش كلام فارغ. قومي قومي كلام فارغ في عينك. قومي يا وليه. قومي يا وليه. قومي يا خرابي. قومي قومي يا وليه. وبعدين بقى الله انت هنا لوحدك يا نوح؟ ايه نايمه نايمه. ايه النوم الطويل ده؟ بتحلم بتعمل مسكيني لازم تلبس. ها ولاده نفسه اتصور انت لما تولد. اولد ده كان شيء يقطع القلب خالص. الحمد لله اللي ما حضرتهاش انت. حضرتهاش انا ليه؟ ما لو كنت حضرتها انت ما كانتش ولدت خالص. مش ولدت ازاي ده؟ من الاضطراب يعني. انت من طبعك عصبي هي كمان عصبيه. انت تعيط هي تصوت. الواد يشوف كده يرجع تاني ما ينزلش. اما نوح اثبت لي انك الاخ المخلص اللي ما يتعوضش ابدا. وعلى ايه بس ربنا يتمم بخير. انت بالتاكيد في حاله زي دي تعبت قوي. تعبت؟
انا حلفلك اني هلكت، يعني بتقدر تقول تقريبا كده انا اللي ولدت. ان شاء الله ربنا يقدرني وارد جميلك ده بجميل احسن منه. لا احسن منه ما اظنش، مع ذلك انا ما اتمناش جميل زي كده. يا حبيبتي يا مراتي، ثمان اشهر غايب عنك، ثمان اشهر. ايه 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 هتعمل ايه؟ ابصها بشويه. تبصها يعني ايه؟ انت مالك انت؟ ايه هوس غايب عنها يا نوح؟ ابعد ازاي؟ بعدين هوس بسيمه انت كنت على ايه هوس؟ يا بلوزات يا ايه عم تكلم؟ لا يا مراتك مش مراتك ولا حاجة. انت بتحلم بتعمل؟ ايوه عندك حق، بس يا اخوات ايه النوم الطويل ده؟ انا مشتاقلها يا نوح، مشتاقلها قوي. متهيألي يا نوح انها سمنت شوية. نفذة الولادة كده. يا سلام. وانت يا توتو، انت ايه واخد لك غفلة؟ يا سلام يا سلام، شايف؟ شايف مملكتي الصغيرة؟ ايوه شايفها مملكته. الاتنين مستعمرات يا مراتي. ما شوف الولد بوحده راح فين، عدي تلقى الغرف مستعجل وكلك حالك. مشي. نامي نامي نامي. كتاكيت وبلوزتها وحضرتك نايمة تحت الكفرده ونوقف هنا تقلل. يا دمك وكمان بتتكلم بقى، انت راجل انت واقف قدامك يطبطب علي ذات اليمين وذات اليسار وحضرتك واقف لي ذات طرطور؟ هنعمل ايه؟ كاتب على خيزي وساكت. وقول لي عايز اسيرها بدي يوزعني على بره كمان. انا عارفه رخرة اتاخرت كده ليه؟ لازم يقوليها معصلقه معاها. اما اروح اشوف الحكايه. ايوه روح. الفرخه دي لازم ماتت غصب عنها. ما ادورك فرخه انا. الله ايه ده؟ الله دول الاتنين مش هنا. يا بتيبة يا ابو سعيدة الشبطة المخارج يا بتيبة اتخطى كويس ما تبينش دراعك. يا نهار اسود. ونوح راح فين؟ عال وسع لنا السكة. أسيمة أسيمة ما تفكي بعد أسيمة. أما ناخد لنا بوسع على أنت. يا دي الدعية، مين اللي في السرير؟ زوبة لازم. اه يا ست ايه ده؟ هو كل اللي بيولدوا كده ولا ايه؟ تعبانة يا نظمي تعبانة، سيبها انا هفوقها على مهلها. 8 اشهر غايبة عنها، مستقلها مستقلها. طبع الستات جنس تاني يا نظمي، يمكن مكسوفة منك. خش يا اخويا امسك جورنال ولا مجلة وصحيها وانداها. والله خلصتهم كلهم. امسك عمود الوفيات. يلا يا حبيبي هصحيها وانداها. طيب صحيها اوامر. حاضر حاضر حصحيها. وطلع صروحي. لا لا ابوس ايدك، روح يا حبيبي. طيب صحيها انا مستعجل. حاضر حاضر ده. حاضر حصحيها حصحيها زوبه. قومي فزي يا منيله. ده هي اتنيلت. نوح زفت زفت على دماغك ودماغها، سايبين انتوا الاتنين والسرير فاضي. دي عامله تعملها يا منيل؟ كان شال اول كوفرته. كانت بقت مصيبه. انا مش فاهم ايه البوس اللي كان حاسبه ده. بوس؟ كان عايز يبوس. يبوسك؟ وعملت ايه؟ لا
بدعته قلم سبت كل شغلكم بايظ. الورك ده لازم كان حد عينه فيه مش راضي يتاكل ابدا. انفضحنا خلاص. ازاي فهميني؟ الوليم والياس راسها وقلب سيف ما سيبش هنا العيل فين وفين لما ركبتها بالعافيه سيبوته هنا لمده ساعه واحده. طب مش تبعت لنا الولد التاني اللي احنا متفقين عليه؟ الولد التاني في حلوان مش بالك تجيبه الا بكره الصبح. خرابي نخطفه بسرعه بقى قبل ما تجينا عطله تانيه. قوم فز يا ابو قلب نهجي قوم قوم قوم. اقوم على فين؟ قوم فز اجري اوان شوف لنا اي طريقه في اي عيل. ايوه انتوا فاهمين العيال دول ايه؟ لهم حلقه رخرين زي حلقه السمك؟ لهم ملاجئ، لهم مستشفيات، لهم هباب ازرق على دماغك رعايه الطفل، مستشفى كيتشنر، ملجا الحريه. اروح ملجا الحريه انهم سلفوني عيل شحتوني عيل؟ يوه يو ايه؟ هي جزمه دي على المحل احطها في صندوق وتاني جاي؟ مين يا ترى اللي جاي؟ الفرس. الفرخه دي لازم ماتت غصب عنها. مين جاي بقى يا زوبه؟ دي البيت النبوية يا ست، بيت نور الغسالة ساكنة في سطوح جيرانيا. يا عايزة انت كمان؟ الغلابة يا ستي جت تشحط طابور الجاز يا ستي، أصل أمها والدة جديد. والدة جديد؟ أيوة النبي يا ستي. والدة جديد؟ بس عال مش هتلحق تتهنى بابنها إن شاء الله. اجري اندهلها أنت رخر وياها. طيب ما تقولهاش حاجة، اجري. طيب. عوافي يا ست، مساء الخير. اصل البابور بتاعني اخويا الصغير لعب فيه بوظ الطرمبي. قوليلي نديلك احنا بابور من عندنا، هي امك صحيح ولدت؟ ايوه يا ست اتنين في بعض. اتنين؟ امك ولدت اتنين؟ ايوه يا ستي بقينا في عين الحادي وحداشر، ده انت ناقصه واحد. حداشر اتبحبكوا قدامكم السك اهو. قوليلي وامك يا طارة وابوك بيشتغل في ايه بقى يا شاطرة؟ ابوي مبيض نحاس يا ستي اهو طول النهار يبيض في النحاس واحنا ما عندناش ريحة النحاس يا ستي. تاخدوا النحاس اللي حالتنا كله وتدونا عجل؟ انسد بلاش لتني وعجل. يا حرام ده انتوا على كده عيشتكم صعبة اوي، تحبوا نخفف عنكم شوية وناخد ولد من اللي اتولدوا نربيه لكم تربية كويسة عندنا؟ أقول لهم يا ست طيب ما عندكم واحد أهو، ما عندكم واحد أهو 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 تاخدونيش أنا تربوني وينبكم فيا ثواب. أيوة عشان نجيب لك قربة نعملها لك بزازة. خدوها خدوها. ناخد ايه خدك ربنا؟ الكذب كتير انتوا هتغلبهم. بس قوليلي وامك يا شاطره تقبل ولا العالم ربنا يا ستي؟ اقول لها ما انتوا عندكم واحد اهو. معلش احنا يلزمنا كتير يونسوا بعض. نوح يلا روح معاها اتفق مع امها وهات منها العيل قام وتعالى. انا مش فاهم عقلكم ده بيتصور الدنيا ده ايه؟ اروح اجيب كده حته عيل زي اروح اشتري حته جبنه على الحته دي؟ يوحر عمركم يتجاهلكم. يا اختي يا حلاوي خلقتك شريفة يا رب، الراجل ده تمام عامل زي عم شكانيطة. الله يخرجك. كان عم شكانيطة يفوت من تحت شباكنا وينادي اللي ما يعرفني يفهمان واللي ما يفهمني يسألان يا حلو يا منصان يا مسمسم. ايوه انبسطوا قوي. صراصير الحواري يفهمان يسألان وحضرتكم بتكركعوا قوي. بلاش راغي يلا معاها. مين انا؟ امشي ما عندناش وقت اخلص اخلص. خلصت روحكم مانيش منقول من هنا. شايفه يعني يا ابو زينة؟ يعني اعمل ايه دلوقتي؟ احذف روحي من الشباك؟ تهدف بتنحرق. تفهماني مين؟ ابوكي؟ طيب انت المسؤول ذنبي. يلا ب 60 داهية. لا لا بسيمة انا هنزل الشاويش يا ذنبي يا لهوي. تعالي هنا انت رخصة. كان ناقصاني المصيبة دي كمان. مبسوط حضرتك؟ الشاب عاوز تموتالي وتقعد لي انت بدماغك وانا استنى معاك بعد كده اغصى عليك راجل خاين راجل دون. هو حواكم شعلكين كده ليه؟ كتبي المهمه اللي احنا بعتينك فيها دي عايزه بوليتيكا عايزه سياسه. انا رايح اقابل خروشوف. افهمني
لما تطلع يمكن يصادف ويكون نظمي هنا. ونعمل ايه في دي يا اخي؟ فهمني بس. ادينا اي اشاره، ادينا صفاره. صفاره؟ اه. صف تصفر. ايه ما تعرفش تصفر؟ لا ما اعرفش. يوه ايه، وانا كنت بشاكو نص طبل. ادينا اي اشاره. ما سمعتش قط عمرك؟ سمعت 60 قط. خلاص تنونو. اي ما تعرفش تنونو؟ اعرف نونو لما اشوف. كويس، ولو ان قط بالبلد. ما لازم يكون قط رومي مش كده؟ خد بالك من الستارة بتاعت الشباك، ان لقيتها من شالة يبقى نظمي مش موجود. تخش. وان لقيتها بقى مش من شالة يبقى نظمي موجود. ما تخش. طيب يا اختي اديني رايح. رايح اهو. رايح رايح. فوت انت الاخرى. فوتي يا حلاوي مناخيره بزلوك. امشي. اوف يا ابو زينة، اياك ام الولد تقبل لاجل بختنا. ابن الواحد عرق. يلا يا رب. قول ياسرك علي بعد ساعه، بس اعمل ايه والنبي يا ابو زينة؟ ربنا يتبع. لا انت قمت بالفرش ولا ايه؟ اصل والنبي اتضايقت خالص من الراس. بعدين بقى عظمك لسه طاري. شفت يا سيدي، انزل فيها عقلها 60 مرة اقول لها ما تسيبش الفرش، لازم تطل على النونو. النونو؟ اه. اغبهولك انا يا سيدي النونو. انت من 10 دقايق كنت غصانة في نومة صعبة قوي، حاولت اصحيكي اتبطأت ورقعتيني بالقلم، كنت هتطير يا عيني. انا معايا ستوت ماما عايزاه. لا يا نظمي لا، سيبه، الدكتور منبه محدش يشيله كتير. دكتور؟ عامل حق دكتور مين اللي ولده؟ دكتور اسمه الدكتور اظني. اياك الدكتور. لا 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 اسمه ايه يا بسيمة؟ اياك الدكتور عزة. ايوه عزة. دكتور عزة. ما انت اللي جايباه يا شحراف. مصطفى ليه تتعرفه؟ اعرفه يعني اسما بس، اصل نمرته موافقة نمرته في المكتب. اما اكلمه. اكلمه على ايه يا اخي؟ اطمن على صحة الولد واشكره. يا سيدي احنا تشكرنا له كتير. هي صورة. خش انت يا اخويا خش. خش فين؟ خش جوه نملك شويه. لا انا هنا جنبكم. لا هنا في المسيره يا نظمي يا حبيبي. هنا هو على الكنبه. الكنبه دي بتنام عليها ابو زين. عشان اراعي الولد بالليل. خش يا اخويا خش. انا اراعي ذلك. خش انت نامي في اوضتك. خش يا اخويا خش. انت عندكم اكل؟ ياه ده انا جعان موت. سلامي. طب بس هنا ما ترتاحش. معلش هودي لك الصينيه في اوضه الصبح. لا بس دين انت. في اوضه الصبح هو جه يا مش راضي ينساك انت قريبه. مش راضي ينساك. ايه قلت ده هنا ده ولا ايه؟ لا لا اظن فوق السطوح ماشي على الحيطه. ده بين الله الله ده بين عليه قطه عتيق قوي. مش راضي يسكت. ده مش راضي يسكت وهيفضل يدوش دماغنا هنا ولا ايه؟ يا لا استنى عليا استنى عليا يا سهران يا لايب. هتعمل فيه ايه؟ هديله واحدة من دي تطير مخه. مش حطوله يا نظم. ده هنا هو في الشارع يا نظم. هي مات. يا خرابي يا خرابي. بسيله بسيله شمشمك. بيحصل لك كتير كده ولا ايه؟ من ساعة الولادة من اقل شيء تتشنف بالشارع. لا طب انا هبعت للدكتور يجي. لا ايه؟ لا ايه؟ نايم نايم. لا يا صحابة في دكتور. لا نايم. لا ايه؟ بالليل ما يصحش عيب. ما حدش بينام بالليل. الدكاترة لازم يكونوا صاحيين. اعمل ايه يا خرابي؟ يا حوتي بطلش تتكلم. احوش واعمل في ايه؟ امسك في خناقه. قابلين المقص اللي عندك. الو مين؟ دكتور عزت؟ أنا أبو الولد اللي حضرتك. مين؟ ألو؟ 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 إزازة النشادر يا نصر. طيب استنى ما تقلو. إزازة النشادر يا نصر. إزازة النشادر يا نصر. الولية حتموت فيك. أصل السكة اتقطعت. إزازة النشادر يا نصر. بقولك السكة اتقطعت. يقطع عمرك.
وبعدين بقى الو يا سلام يا نظمي، حرام عليك، مش دي مراتك وحبيبتك يا نظمي؟ لا روحت لإزازة النشابة. يا فين إزازة النشابة؟ في الدولاب اللي في المشاية. مشاية فين المشاية في الدولاب دي؟ النبي بيتكم وما تعرفش المشاية اللي في الدولاب فين؟ روح انت. طب ما تعيش وليه حكمه؟ طيب ما تحاسب عليها. انا اللي حاسب ولا انت؟ دور انت بالدنيا لغايه ما تجيب ازازه المشاطر. اه ما بقاش فيا رد ده. ايه ده؟ مالكوا ترشوا؟ عايز تتابع الصبح يا ابو قلت. ابو قلت الولد، جبت الولد. خدي كل السكه، رفض موضوع لما جابنا المغص. خدي خدي البزازه بتاعتها. ايه بتاعتها؟ بتاعتها. اه البزازه بتاعتها بتاعت البنت. اه بنت. يخرب بيتك انت اللي عايز تبيت. انا قلت البنت حاجه الولد منين؟ يا نظمي 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 يا مغفل، ربنا غير لها بنت. هيقول ايه؟ اعدمت مؤقتا على بال ما ام الياس تبعت لنا الولد الثاني. خد انت الاولاني ده وديه لام الياس. اواني يا واد، انا اتحط على دمك وتدويته. وديه لامه يا مناجي. يلا فين؟ اواني ايه ده؟ مين ده؟ المحروس. كنت واخده افسحه. افسحه في نص الليل يا مغفل؟ انت اتجنن؟ ايوه اتجنن. ايوه اتجنن. راجل مجنون زينا تسلموه طفل في نص الليل يعمل بويه؟ يا ايه ده؟ انا مش مصدق روحي. اتنين يا نوح، اتنين. اتنين، ما حلاوتها في كده. مين فيهم اللي نزل الاول؟ والله اللي نزل في الاول الملعون اللي هناك ده. نوح افندي؟ هو نوح الكلب كان استفتاحه زي بعضه. كذاب، نوح نزل التاني. خلاص انت أدرى، انت اللي والداهم. الكذب فيني كمان، انا اللي جايبهم بايدي. والتاني من حقي سمتوه ايه؟ والله اظن ايه؟ اسال امه. ايه مش عارف اسمه؟ والله كان على بالي بس راح عن فكري. اظن قراط ابو فروه. ايه؟ سميناه سوسو. حالا لقوها. سوسو. سوسو دي يعني ايه؟ يعني سمير، سالم، سامي. سلفة، سرقة. طب وفين السرير بتاعهم مال سوسو؟ والله يا توب يا توب توب. خلاص هتقول لك يا توب توب. لما حضرنا سرير الاولاني ما كناش فاكرين هنجيب عيل تاني. قمنا جبنا عيل تاني ولا عملناش حساب السرير الاولاني. امال سوسو بتنيموه فين؟ هنا جنبي بالسرير يا توب. لا ما يصحش، لازم نجيب له سرير تاني. على ايه؟ من عارف اذا كان هيقعد ولا لا؟ اعوذ بالله، فلله ولا فالك يا بعيد. بعد الشر اتعبوزه يا بيه، مش غيرتك زي وشك. كلمة هتجر منها سلبة. بعد الشر يا سوسو، ان شاء الله اللي يكرهك. انا هكرهه على ايه؟ انا بكره اللي لزقونا فيه. وحتى يموت فين دلوقتي؟ هناك بالصالون يا توب. هاتوا عنك هات. لا يا ستي، ده مزاج، انا ايم ولادي بايدي. ولادي يا عالم يا هو، هادي بادي سيدي محمد البغدادي، هادي بادي سيدي محمد. كويس كده. والنتيجة، انا ببحث في النتيجة هتكون ازاي. الراجل موكليره تطورة سيدو محمد البغدادي. ولفحين كان بتتكلم، هو مين اللي غرقنا ورقة سودي غيرك؟ انا قلت لكم حبال وولدهم. الواد كان على دراعي وبناولهولك وخلاص. تقف تتلكع حضرتك وتبحلق لي بعينيك دي اللي تستاهل قلعها على حتة ورد قد كده اهو.
جعان يا دون، جعان يا نور، جعان. اديك وقفت واتملكعت وجبت لنا مصيبه جديده. استريحت يا اخويا؟ قصدك يا انا عارفه يا اختي انت متجوزاه ازاي اللي ما يصادف نوبه يجينا من غير مصيبه. عشان عايش بالمصيبتين. مين يا ترى؟ لازم الولية ام الياس جاي عايزه الواد. مش ويش مش ويش عمل هو عايز عمل؟ ارموه بقى في وشها وخلصونا. ايه؟ انا ده بيفور الراجل ده؟ وفين دمكوا ده؟ انت عندكوا دم عشان يفور ولا يبرد؟ فين هو ده؟ نظمي شافهم الاثنين، نوري له بعد كده واحد، نقول له ايه؟ تقولوا له كنتوا بتفرجوهم من الشباك، واحد منهم اتزحلق انسانات وخلاص. جينا بقى جزاك يا الولية ابو الياس جايه بره وتقول يستحيل تتنين من غير العيش. وبعدين يا اخواتي روحي قولي لها تستنى. قولي لها تستنى لحد ما يطلع له شنب. سلام يا نباه يا زكاك يا نبغى عقلك يا اخي. ما بنقولش لحد ما يطلع له شنب يا فضلة النوايب. امال ايه يا فضلة الكبه؟ لحد ما تجيب لنا غيره تاني. قوم فز روح عند الولية الغسالة. غسالة دي مين؟ مرات البيض النحاس متعرف. وهب بيه عند مرات البيض النحاس تجيب منها الولد التاني وتنتك جاي. الولد التاني بنت زي اللي هنا يبقوا بنتين لحد ما تجيب لنا بدلهم ولدين. لا تاني انتوا فاهمين عيب ايه؟ صارحين بهم في مشنة زي الجمبري. ما تزنش قوم اخلص. ده يستحيل. النوبة دي بقى لما تتنططوا وانا ما عنديش شغرة غير هات عيال ودي عيال. يعني انت عايز تنزل ولا تغرق؟ اخشى عليك يا نحنوحي. لا نحنوحك ولا دحدوح. نحنوح مستحيل يا وش الكرس والهتايك. نوح مستحيل. عشان خاطري انا ماليش خاطر عندك وحياه ابو امك. ولا ابو امي ولا ابو ابويا كمان. حمار. تعرفوا بقى الحمار لما يعني دي يبقى ازاي؟ اه انا حمار دلوقتي. سيبيه يا ابو سيد ان شاء الله ما ينزل. ان شاء الله بعد النهار هو مش هينزل مش هيروح. خلاص زهقت من دنيتي بلا دنيا بلا وجعان. هلوم دنيتي اللي بالشكل ده. خلاص انا هموت هرتاح. وتريحينا معاكي. انما قبل ما اموت لازم انيلها. هتنيلي فيها ايه؟ ما متنيله كويس كده. انا هعرف الحقيقه النظمي واعترف له بكل حاجه. عظيم. هقول له العيال دول هيبقوا ولاد مين؟ ايوه واللي راح معايا السيني ما يبقى. وش جاب السينما دلوقتي في العيال؟ كله بالمره. ونظري بقى لما يتهيج عصبيته ويفوق دمه اللي قدامه سكينه لبرده. ايوه كويس خالص. السبب لي حضرتك في موت الشابه وفي موت الراجل اللي راح معاها السينما يعني من تحت راسك انت اتنين قتله. من بده يعيش من بده يستنى. يا كهينة وش السحلية. اروح عند الغسالة اقول لها ايه؟ لا ما تروحش. لا لا يا مصريني رايح. مين انا سامع حس جرس؟ حد جاء؟ انت سمعت حس جرس يا ابو سينا؟ انا؟ ابدا. انت سمعت الجرس يا نوح؟ انا ابدا. غريبه دي. انا زي اللي جاف ودني يحس جرس. بس اكن العيال دول ناموا زي العصافير. تعالى يا افندي بقى لنا مده ما دردشناش سوا. والله يا نصبي انا مشغول اول يومين دول ومش عارف. ما تخش يا مين اللي بيزعق بره دي؟ دي 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 دي, دي المرضعة. المرضعة اللي بتقوله كان عندها هفة؟ اللي خفنا على العيل وطردناها. وشوف يا نصبي يا حبيبي قال ايه متهيئ لها ان حد خطف منها ابنها. شوف شوف يا حضرتكم. شوف يا حضرتكم توضع يدكم على عيال الناس بالخطيفة تسحبوهم من احضان امهم وبتظلوا بيفضلوا هيك مكتوفين ولا يجوا بيخزعوا ولادهم. وانو استنضي امو صريخه بيجوا بالسبجار. استنضي بدي استنضي اعطوني هلا استنضي. استنضي ده ايه؟ وانو استنضي يا سلمان. لا مش كده يا وليه دي انا حاطيني على نوبه. دي هلا استنضي ما لابني مضيقني. طب طولي بالك هديك استنضي. طولي بالك هيديك استنضي. ايه بدك استنضي هيديك استنضي. ما تقوم تتعلم يا اخي وين خد بيته؟
وين حابسه؟ وين قاتل عليه؟ يا عمتيني رضعان ولا جوعان يا ستندي؟ أعوذ بالله. متعري ولا متغطي يا ستندي؟ ستندي ستندي. طيب عطيني ستندي. خلاص هيديلك ستندي. اديها ستندي. ايه ستندي. ستندي. قوم اديها ستندي يا اخي اتحرك. خد يا ستي. تعال هديك هباب الطين. وزعها. سلمها للبوليس. رجلي على رجلك يلا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. يلا يلا. أعوذ بالله ده جنينها وحش قوي. بقالها كتير على كده؟ قتلتها بعديا بالشكل ده يا دول. لا دي ما يصحش تترك بالشكل ده. أما أنزل أبلغ البوليس وأجي. نازمي 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 حرام يا نازمي والنبي حرام يا نازمي. مش حرام دي تسهريك وتخش تخطف الولد. نازمي أقعد أحكي لك حكاية. أصل أبلغ البوليس. والنبي حكاية. هو خلي خمس دقايق. يا ستي خمس دقايق وارجع لي. نازمي نازمي خد أقول لك نازمي أهو مشي. وصلنا للكرابون واحدة بتاهية دلوقتي يفتحوا محضر يبقى فيها تحقيق وكل شيء ينكشف. ما تكبيش الهموم علينا مال. أفوت أنا بكرة على المعاون أقول له الحكاية انصرفت وخلاص. وانا عشان دلوقتي بدأت اتزبط مع الولدي ازاي حيملك حيفوت على الولية الغسالة ويجيب منها العيل التاني. هقوم انا اخد تاكسي افوت عليه اجيب منها العيل التاني وامشي. وعرضك يا بوسينة انت عيدة. احنا زي اللي متشعلقين في الهوا بطبارة. ما هو كتبك يا بسيمة كتبك اللي جاب لنا الخلف ده كله. ما بطلت يا بوسينة بطلته. شايفاني دلوقتي بكسب؟ هيبقى اصعب من كده ايه يا اخواتي؟ هيبقى اصعب من كده ايه؟ النهاية ما تتعبيش روحي. افوت انا بكره على المعاون اقول له ان الحكايه انصرفت وخلاص. وعدك يا ابو زينه انت عينه. انا بعد غيابك بدقيقه. ربنا يصبر. هاتيني ماشيه. اسمعي خدي بالك من جوزك. اوعي لسانك يتلجلج كده ولا كده نروح في داهيه. لا يا ابو زينه بس اوام النبي بعد ربنا يصبر يا حبيبتي يا عياني. يا رب صوت الليلة على خير يا رب. ستي عايزة اقولك حاجة يا ستي. تقولي لي ايه وتعيدي لي ايه يا زبونة في يدمان؟ دي حاجة انت تروق دماغك يا ستي. اختك الكبيرة واردة بقالها ست ايام. واذا كانت الولية امولية استعصلك كده ولا كده اجيب اخت تقعد هنا تبقى المرضعة في ايه؟ طب ولما كنا كده يا زوبة ما قلتش من بدري ليه؟ ما كنتش شيعت مسينة. على كل حال برضو كويس تخليه يستبني تحت الطلب. جايز بوسينة ترجع بقيتها فاضية ولا حاجة يبقى عندنا احتياطي. ميرسي يا زوبة. العافية يا ست. انا وامي واختي وكلنا خدامين رجليك. اصيلة يا زوبة بنت حلال. لكن ابو الولد. نعم. ما يقولش حاجة. يقدر يا ست يستجري؟ حتى اذا كان ينزل فلوس ولا حاجة هو بيشتغل فيه. بواب يا ست. بواب؟ ايوه يا ست. دغدغي يعني؟ ايوه يا ست. والولد؟ اسود يا ست. يا جوازي يا قلبي يعني يا جوازي يعمل ازاي؟ انا هوديكم في داهيه. خرامي اتشيلوا وانتوا عايشين في الدنيا ده مش ممكن. الهبل ايه مالك وتهبل كده ليه؟ قتلت موت موت موت. يا نهاري موت مين؟ ام الياس. قتلت ام الياس. انا قتل قتله. انا مجرم. انا بوليس كارلوف. انا فرانكشتاين. انا يوسف وهبي. قتلت موت ياس. موتها بايه؟ ايد الشمسية دي. ازاي تخجب مصارينك يا بعيد؟ ازاي مسكاني في الشارع من رقبتي. حبيت اتنفس منها مش ممكن. طوحت ايدها بالشمسية ونولتني على نفوخي. طبقت وزمرت رقبتها ابتدت تصوت. اتلخنت حدفتها وقعت على التلطوار. صوتت زيادة. نزلت عليها بالشمسية طاح طيح طوح وسبتها وهي بتطلع في الروح وبتقول اسطندي اسطندي. عالي يعني خدمت بجناية. وعد لي حضرتك هنا في البيت عشان تيجي النيابة تقبض عليك. 40 سنة في الدنيا. 40 سنة نزاهة طهارة ذمة صدق صدق. 40 سنة ما دخلتش كراكون. سنة 1961 يا ولد 1961 فيش وتشبيه. صحيفة سوابق كربشات زنزانة ما
باب اسود 194 عقوبات. حولت الاوراق على فضيله المفتي. نفتك بايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. صادق راعى القرافه كذاب. رايحه شكرك. وين روح الشايده؟ موت ام الياس. وين روح الشايده؟ راسك فاضح. ازوغ من وشها فين؟ ازوغ من وشها انتظر تفترسك ورا السرير. اوام. والله والله لو بيطير في السماوات وبيوصل في القمر. لو بيشق الارض وبينزل في الطبقات السبعه. لو بيكون متداري بتندر فين؟ ضيف شو متنا بيقفش وبقط السهران؟ خمسه صرصار عرسي جرباني. هلق هاي بس مالك ام الياس. وين اوي؟ بدي ارقشه بسناني، بدي مزعه بضوافري. وين اوي نوح الكلب؟ وينه نوح الوحل؟ وينه؟ دي مش تزر وياك يا ام الياس. ايه وطول لسانه معي بالطريقه قطيته بهالشمسيه لما صار بعض بالارض. كذابة أنا ذررتك. وحضرة يا مدامة، يا حضرة المدامة، يا جناب سيادة المدامة، استنظر يا طول استنظر. إيه هو لسه ما راح لكيش؟ شو؟ عن مين عم تحكي؟ إيه استنظر. استنظر إحدي ثمانة أيام برحلة أنا في البيت، بيزحف بيندل على طريق الجيلي بمنخاره مثل الكلاب. مع الخدام يا أم الياس، شايله الخدام مع الخدام. بحياة الله. وحياتك عني. يا فرحة قلب أمك يا اسطنبي، يا شمعدين مات أم الياس يا اسطنبي. ميرسي يا مدام، ما تحزيني، هيدا كان مثل روحي، ولما بتسحبي روحي شو بضل بالدنيا من أم الياس؟ خاطرك يا مدام، من الفجر بيكون عندك هون المولود اللي اتفقنا بحكايته. سعيدي يا مدام. سعيدتين. اسطنبي رجعت لبيت أمك يا اسطنبي. يا ماشي. أما روح الكلب بعرف انا شو بساوي معه. قولي له لابد من ساعه ام الياس بتساوي حسابها معك يا ازعر. خاطرك يا مدام، يا تقبر عوينات ستك يا اسطنبي. اطلع يا سيوسف وهبي. اطلع. تعرفي انا لو كنتش حشت نفسي كانت الوليه دي اتمسحت من الدنيا. مسحت ليه؟ وانت محشور ورا السرير زي حشر بوكس في عربيه الكلاب. بركه اللي انت كبت من ايدها بركه. هو نازمي في اوضته؟ خشي خشي جبتيه. شربت المر على بال ما تحصل. ايه اللي مبرطش وشك بالشكل ده؟ العز العز اللي بيجيلي من غيركم ولا ايه؟ ابقاني مع ام الياس اما دشيته حته على الاموات. بشر انا اللي كسحتها. اتنيني والله ما تعرف تكسح كتكوت. فوت قدامي على الاوضه يلا. نحط دي جنب اختها وتاخد انت اسطنطي توديه بيت ام الياس. مين؟ انا اروح بيت ام الياس؟ نعم. وبقى عقاد عشان يخش نصب عيني زود لنا الحوصه حضرتك. ما انا بالعرب الفصيح بيت ام الياس ما عتبوش تاني ابدا. ما تقابلهاش خالص. اديه لواحده من الجيران تطلعه لها على فوق. اه كده احسن. فوت يا اخويا اما لملم لك جروحك. اما اقول لك افوته لها على العتبه وتاني ماشي. فوت فوت اعمل اللي انت عايزه. هيا يا ماما. تعالى امسحي لي الفتوح دول. الحمد لله الواحد يعرف يرمض عينه شويه. يا ساتر. تعالى يا عم تهني. يا ساتر. خليني كلمني بالتليفون. ما تنزلش من هنا. مر انزل من باب الفتحه. نصبي جه نصبي جه. ايوه زي ما قلت لك. فاهم؟ اه بس بس خلاص لا تنزعجي ولا تنخضي. كلمت لك البيه المأمور عامل الترتيب اللازم. قال لك نوح فين؟ وحياتك عندي ما شفتوش. تعرفي قد ايه ظريف المأمور ده؟ عارفه عمل ايه؟ نبه على الشاويش اللي تحت. اذا شاف حد نازل من عندنا ومعاه عيل. اه يا مرقتي يا بيه يا بصتي يا بيه. يا ستي لا المأمور اللي نفسه. ياه ادم في ايدي يا الونجي يا جهنمي. شوف الزيطة اللي جاية دي ايدي كمان. ايه بقى شعرك زي الحجر. اخرس اخرس يا مشبوه يا خطاف العيان. ده انت الليلة دي وجعتك مطبلة. هي المحاكم انشئت عشان كاركونات البوليس تأسست بداعي. كان ايه شويش احكيلي ايه اللي انت شايله ده؟ نوح بتاعك يا ابني. ورايح بقى على فين؟ كنت واخده افسحه. افسحه في نص الليل؟ ها؟
في مثل هذا السن المبكر وبين طيات الظلام الدامس؟ دامس ايه وطامس ايه يا راجل انت يا زلط؟ اخرس. احكي لي يا سويش ايه اللي حصل؟ لقيته يا فندم خارجا من المنزل العامر يسير بخطوات مريبه ويتسلل بطريقه حلزونيه ثعلبانيه. ثعلبانيه؟ اه شاويش من الكتكات. ما هو اصل البيه المأمور اصدر الى شخصنا تعليمات سريه فيما بيننا وبين بعضنا. اه اصحاب يعني. بوجوب اخذ الحيطه. حيطه؟ اي والقبض على الخارج من هنا ومعه طفل كائنا من كان. اه المساله حصل فيها غلط. ايه؟ انا اللي كنت ترجيت البيه المأمور، لكن ده مش علشان ده. إيه؟ ده صاحبي، ده صديقي. سمعت؟ صاحبه صديقه. بنت شوف انا ازاي تمد ايدك عليا بالشكل البطال ده. ليش؟ ما انت يا اخي اللي عملت ده كله لنفسك. طفل رضيع زي ده تخرج بيه في نص الليل علشان ايه؟ لكن الحق مش عليك انت، الحق على المجانين دول اللي يشوفوا هبله ويمسكوها طبله. ما شفناش، ما حدش قال له مره ثانيه تحط ايدك على الاولاد. طب والله 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 ما انا مقرب ناحيه الاولاد. احسن بس الشطاره نمسك عليك. هنمسك عليك. أنا عندي ثلاثة. ثلاثة والنبي ثلاثة. ثلاثة. وهم ازاي دول؟ احنا خايفين بس عليك لا تتوهم. قلنا نتوهم احنا أحسن ما يتوهم هو. أنا أخواتي ربع دستي دفعة واحدة. طب والله سعادتك تستحق ميدالية على هذا العمل الجليل. ثلاثة. أنا أخلف ثلاثة. أنت تخلف ثلاثة. ومن عارف لو طولت المسألة كمان. ايه في حاجة تانية لسه؟ لا اظن كفاية لحد كده بقى. شريط الليالي نهار. شريط محكمة الشلالات بذاتها. تعالي يا مولياس تعالي هنا. مين مزعلك يا مولياس؟ باش احواس. نعم. دخلك دخل شواربة. ايه؟ سرقوا مهجة قلبي وحيد بنت استنضل. وحيد بنت ايه؟ انتم سرقتم واحد بنت ايه؟ سيبك منها، دي مجنونه عقلها. مجنونه؟ ام الياس مجنونه؟ ايه انت تعرفها؟ اعرف من 20 سنه. دي مولده نص البلد. دي مولده انا، مولده مراتي ولا ايه؟ ده ايه؟ هي ولا ايه؟ ايه دي؟ ما بتعرف شو دي؟ لما حضرتك زمطت من امك جرتك العفاريت من اجريك ما جابوا لامك دي؟ بس طويلي بالك شوية، انت مش جابوك هنا مرضعة؟ مرضعة؟ العمى بقلبك. كيف وحدة بتكون في مثل سني انا وتكون مرضعة؟ صحيح. انا ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ما فيش ازاي. انت لك ثلاث اولاد، ازاي؟ اهو كده. دي تخلف جدي ومرضعة، ازاي؟ اهو كده. يا جرار الزباله. والله تطلع بمخي اعيد العلقه اللي فاتت تاني. وحياة دول شايف هدول يا روح الكلب؟ ايوه شايفهم زي الليفه بتاعت الحانوتي. بقصهم وبرميهم في البلايه على ما كنت تهري جسدك. اوعي يا وليدي، ده ابني. ده ابني. اوعي. بدي اشوفه. سيبولا يا نظمي. سيبولا يا نظمي. اسيبولها؟ قلنا مستر فينو. مستر ايه؟ فينو اتعذرنا له. كمان هي الناس بتستلف ولاد بعضيها يا جماعه. انا مش فعالي، انا مش فاهم حاجه. ما تتعبش فكرك، دي حاجات ما تتفهمش ابدا. قلت يا بنت انا بقول وريني وديتيهم فين؟ وريني. ستي عبد العال هو وبنته يا ستي. عبد العال ده ايه؟ في عبد العال كمان. ايوه يا ستي. وراك مغير لنا حاجة. ايوه اهو مغير. دول حضرتهم بسلامتهم سعادتهم كلامهم صلع الزين صلع الزين. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ ده صاحبهم، ده اللي جايبهم، ده
ده اللي طرحش ده الشجره المعرشه اللي نتشتم فرعين من لبلبها اهو وده يا عم شوكولاته اللي بعتوه وياي ده تعالى يا عم شوكولاته تعالى ده انا هاخد عمرك النهارده عم شوكولاته شوكولاته يا سيدي شوكولاته وابوح والبركه بحضرتكم دي القطه بتنط بيهم سبع حيطان بتجرهم في سنانها من سطوح لسطوح او مالا تأجر عيالي تأجر عيالك يعني ايه تأجر عيالك نعم ايوه يا أخي اعمل لي عبيد بقى اشوف ومقابل الحسين ما انا بنقول مين هنا اللي بيه هما مين دول عيالي عيالك هم اخواتهم يا فين هات لحم دمي هم خطيفه اني غابت تاني منامه شيل يا بنت شيل اللحم لحم ابوك يا بنت اطلعي الحكايه دي يا سنوح حكايه مزفته من اولها لاخرها ما تنطقوا انتوا ما تفهموني كنا مستلفينهم يا توفي اخرين خميره للظروف كلنا كنت انا واكلها واكلها وهضمها وسيد محمد البغدادي وانا شايف كده هتفرس من تخفيلك لكن ايه كنت حضرتك مشترك معاهم مش كده انا كنت اقدر اقول بهم يهبوا فيا زي كلاب الشفخانه كويس خالص اتفضلي يا ست ام الياس اتفضلي مع السلامه بتريدي يا مدام الاتفاقيه مثل ما هي من غير ما استنى جنبكم المولى خلاص فتح الكشك طيب يا بوز الغرام اللي ساعه معك وهلا بخاطركم استندي يا تقبر ولد ستك يا استندي نجيب بيت لمين؟ ايه؟ تستنى ايه يا سي شبندر الحين انا؟ الاجره سي شكنيت ده لما بتأجر منخل بتدفع كل يوم تعريف ودول بلهافية بنتين ناوي ريال ونهينا زكة عن عافيتك يا مسكين راجل ابو عياد اتفضل ادي 40 قرش اتفضل ادي 40 قرش اهو ايه؟ 40 ساغ؟ تحبوا تقولون عليهم بالشهر واعمل لكم خصم لا اتفضل عند المحضر بتاعتك بلاش سلام عليكم عمي يا جمال نعم سلطان جمالك فين في القنطره بياكلوا ايه حشيش ضرب هقاو 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 وانا يا فندم تحب اداوم المحافظة والجرد على الخارج من هنا وما هو طفل كائنما كان خلاص ايه ما لهاش لزوم كده اتفضل طب مع السلامة نستعجز احنا اتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ما تزعلش ما تتأثرش بكرة تجيب اسياد اسيادهم طيب اسكت انت اسكت انا سلام عليكم وعليكم السلام يلا ايه هو وانت يا ابو سينا ميرسي كتر خيرك قوي نازمي بص للموضوع وشوف الغرض منه ايه واحده كانت هتتجنن عليك وانت مسافر كنت هموت يا توفي ولا كانش في طريقه ارجعك بيها غير كده نازمي سامحني تفتكري بعد كدبه زي دي هرجع اعيش معاكي تاني انا حرمت يا نازمي حرمت بقالي دلوقتي 18 اشهر الكدب ده ما جاش على لساني وسينا قوليله 8 اشهر يا نظمي لسانها ده زي الالف نوح اقول له 8 اشهر كلهم كدب لا لا صدق تكدبي تصدقي ما بقاش يهمني روحي بقى مع البنت اللي روحت معاها نظمي خليك عاقل يا نظمي استني ارجوك مراتك حبيبتك بتحبك يا نظمي استنى ترى نوح سيبني انا اتصرف دلوقتي قرب ولا عفريتك افهم المساله كده بالمكتوب افهم ايه بقى انت اوعى من قدام استنى ابو البعث بتاع السينما هو انا انت كذاب والله العظيم هو يا نظمي انت يا منين انا يا منين انا طب لما هو كده ما قلتليش ليه من الاول عقلك فارغ تقول لي انا هوت ورصاص ودم بقى انت اصل البلاوي دي كلها من غير مناسبه المصيبه هو معقول يا مغفل ان انا اغير منك انت صنع يا مغفله معقول يغير مني انا الواحد يغير من بني ادم معلوم ايه هو ده
خسرت ايه لو كنت قلت لي على كده من الاول؟ تخسر كتير ما تكتبش ازاي؟ اظن لحد يوم ما اموت الكذب ده ما يجيش على لساني اخر نوبه وحياتك عندي يا نظمي بطلت. ما هو انت لو بطلت الكذب الكذب نفسه ما يبطلكيش. على ضمانتي انا يا نظمي. بس خلاص غراب من حدايا. امن حق انت مش فاكره الميعاد بتاع نعمات هانم؟ يوم مش فاكره زي اختي فالي قوي فاكره نعمات هانم. ايوه واحده صاحبتي عزماني عندها اتفرج على العقبه. عقبه؟ ايوه يا دودو العقبه قطع الخليج. قطع لسانك احفظها الاشهر قبلك هاتي نتيجه واكدبي عليها. قطع الخليج في شهر فبراير يا عالم. مظبوط كده بالحساب. المحمل في شهر جامد قوي. قطع الخليج يا دوب يطلع في شهر فبراير. انت اللي بتقولي بطلت الكذب، انت اللي كنت بتحلفي لسه دلوقتي. يا اخرى اهدى مش تقولي له الحق لجوزك. اه اسمع بنتي الحق. لا خليج ولا حاجه، اصل نعمات هانم ولدت رايحين نبارك لها. برضو لازم كدابه. انا بعد اللي شفته بعيني ده كله اصدق ان في واحده ست في الدنيا بتولد صحيح ابدا. انتوا بتسكوا ايه؟ الواحد ما يمكنش يلاقي واحدة ستة ما تكذبش. ما يمكنش. يمكن ازاي؟ طير من غير جناحة يبقى طير؟ طبعا لا. خلاص ست كمان من غير كده ما تبقاش ست. يعني إيه؟ كلهم كذابين؟ كلهم كذابين إلا اللي موجودين هنا دول ما يكذبوش أبدا 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 أبدا, أبداً.